مدتي أتحرير كالهايدن أديجي صفية إن بلشدونا أي شيء جسوا يدونا أي شيء كتي إن لعج أي شرتي أتكو هندتي أو أتري هدي لعج تاسي بحين ويدو إن مقالة ذا يصور هذا سنصابن دقيا أرين تاسي محك شري هذا وحقك إن واحد شرت لعج هو بيلا باتم كنا دولارا أو العرباوي أو دلبتاي ما شرت لعج تاسي سان هربك هو شري إن عاوه حنا كنا صفر استيام ديارو هاي وهي أن صفية كم مغلين أنك تشوفه تاسولي يتعرف كذا كم هيو لكن مركع عد كله أو بلي هذا نود ملك هذا السنة وقتينا كله ميو أم وحن مناسب حين أم وقت حاضر كم برتن خير أم علمي أي سمين سامو شرتو وحقاك إن هل كان يو حق السجن بربر كيجا إن وحن رح مري إن أخليش شيب يو شيكو يحرد إن دن دوا خلك هاس حرد كاسين دين تلك بقات إن والله أنا أقول لك أن أنا أعمل في المجتمع المدني، وأنا 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 أعمل في مجال ذي شفتي، ودنا كذي شفتي، قرها مجال القاهرة، and هذا ودنا كوه حنشوفه، هذا قوم بدو سجال بلاد ملاحظ، هيه، مركا and سبب تكوي مي يا رما كوي منا مدنية صفية، نبدأ حمرية ما نشكو بيلون كوه السعودي، صدق بدنا حقوق الله هي بيكر دكسين بيها هيه، ساسوي، وهاك and واحد شرتي إن لو بحري أو لو بحري مجال ذا هركيسة CID ذا مسردون كنا لقاعي يعرف، and بلشي كذا سي. سيدي كود عضي يو انقاب كود عضي من دوني انا نغورنت ان شكرا ارتا دكو انت بدون وحي اوجين حركة صفية ان لكن دكو يرو ادقي يرو ارقفو كلابا ان انا نغونو اللي حدنا اوج ان لكن شكرا دم بلشدو بيامو ان ما انت هستن ان اسموتي سي قرن لي ماندي غيود غادن انا وني صفية دوني ان كسو درين شنتي كلب نو كرن هوتيل ملها ايا ان مرحبا مش كسو درين نبي وحنا سكون نحن سوق سوون ما نو ديتنا ان أنتي تلفن كذي بحرمي أنا قسمان نارك سجال كيف بينمي الصوا عشيك بقول وياي هاي شكتين يدي صفية ولا حري حاجة اللي ذنك قاعدة بقول لي مركب واحد يقول لي هون كيف بالكورس أنا لقى قاعدة إنده هنا لقى حري أنا هي صفية بقى مركب دمنا أنا إنده حرم بالسوء لي صفية ولا لا حري إن عدي مدينة كسي مي إن مي أركين إن مركب واسح هذا حمل يمكن هذا مكرس هم مكرس نبي تمشي ملها دن وحنا كورا دمنا هذا نيو بين الصوا هلا إن سكودينا سلك دحانمي سلك دحمر خانمي waxa lagu kuma jirto koodbuur baan tagay markaan koodbuur iskaga ku dhigay badhaas meesha ku jirtaa intaan la jawaabin ayaa waxa laga qaaday telefoonka oo lagu soo abdu ismuti ha telefoonka aanu baahna tan soo shaan iskarta wadiyo waxa noqotay qof xiran baabana socdaa maxaa telefoonkayga laga rabaa haye kadib aan waxa lagu telefoonkaaga waxa u baahan CID da waana amar anaga naga sareeyo haye telefoonkaygi waan sii waan deeqtan ka tagay haye inaan tiban markaa la hadlo waxaan ku dhinayo aan oo fiima aan la hadlo waxaan ku dhinayo gabadhi waxa lagu guuri xagaasay aan كورن تاي لكن أنا قمنا نرك أنا عندنا تلفون كذي ولا كذا لبدي هم ينوم مرة أحد أي هذا نحن سوالف حقت السفيو تي حنشن سين دوين يا لبوجين دن أنا تشوف حقت مقول قا أنا قول الله فدينا إن عبد الناصر معنا العديد عبد الرحيم أحمد العرب ونسقنا خلنا دوك السلام يو أنا قول حرب دنا كدب يدو قاري قول تي قول قي قول تي حقت نيو من كم بار مماي أنا درت عضو أما إن سفيو دو دوك ينو تي حنشن سين أوكي وصاحب ما كوري وانو سرعني مركي أنا سلقي كنا غير مركي لبعضنا والله حلو حلو هذيك نقول قول بهين هيا سو هبي ما ذي الكيبان كوه ذي إن أنتي قصو نقطة بانو قرية في ما هيد بانو قرية لما كي حافظ ذي ده حكول حافظ ذي ذي رهير كساو شو كنا حرام هاي تن صبحي مركو بري بانو إنك حرام لا يقال هاي سي اي دي ذا ليكي سي اي دي ذا ما أنتي ولا ما كنا سنتي قبل نوم مركي هيد بالله يروي تن دو حان كود محان كحرام هاي وحلي يقولي لمبر عدل هذا هي هذا تلفنا ذا أو كوكو قرن أيه لمبر أن رهدين إني متدور سناي سو عين labada lambar ma kan anigu si taaba misoo kan gabadh u dhiibay bandii weydii meel wax lay wuri waxa gabadh u dhiibtay gabadhaasi waa safiye marka okay marka lambarkan xilliga la soo wacay xilliga anigu si taaba misoo wax xilliga iyadu sidatay waqtiga lambarkan aaraadinaysan ay contactiga la sameeyay marka wax lay wuri waa inta iyadu sidatay haye and debas hadaba iyada la xiriir baan kuulay dadna wax lay wuri waa saxay waxaanu baahnaa gmail-kaaga haye yani dadka qaar barankay baraha bulshada ku soo qoray inkan uu istifaaciyaayo hadii la wareysto aan hadalka runka ma sheegayo aan CID da iyo ciidanka qaranka iyo maanta argisan jooga wax been laga sheegi karo ama aan yacni waxa la igu sameeyay ama falaan la igu la kicinaa ka sheegi kar maaha dan wax la igu jimeelkaaga aanu baahanayay baasuulkiisa haye dan waxaan weydiiyay maxaa jimeelkayga iyo lambarka la soo wacay gabadhu seeto iskaga xiran
waxa uu wuxuu lahaa anagu baahanahay taleefankaaga wad ka tagaysa adigana waxaan ku sii deynaa gmailkaaga saxda isticmaasho noo sheeg labadan ba markaa wareystay labadan ba gmailkaaga ba suul ka sii wadiyeen sidii baan ku siiyay waan tagay markaa saddex cisho markaa layga hayay ayaan soo noqday deetana waxaan u tagay Faisal Hiss waxaan ku dhahay taleefankaaga waa layga haystaa dimension aad ka shaqayn jiray macna layga qaadiyay qaab layga haystay midna ma garanayo hadii aan dambi leeyahayna nimankan ay sheegeen waxay taleefankaaga ku haystaan hadii kan la soo siiyaan inankiiba markaa la hadlay kiiskayga gacanta ku hayay wuxuu ku dhahay ninkan hadduu kiis leeyahay inaan xiraya hadii kan la taleefankiisa soo siiyay anoo yimaada baa la yidhi Britain la galanowska galanowskii markaan tagay waxaan u tagay waxa lay dhibay taleef waxa lay New York fiican baad yeeshay si wanaagsan runtaad noo sheegtay taleefankaaga oo la restore gareeyay tan waxaan ku maxay ku dhacay taleefankaaga la restore gareeyay hadii waxyaabo adiga ku anfacayo kiis ku ay aniga kiis ugu ayay ku jireen maalintaad soo qaato cadeynay iga dhigto deena maxkamadda ugu geysan sababta keenay in taleefankaaga la restore gareeya maxay tahay tan waxa uu guriyay arin si qalad ah u dhacay wayan okay taleefankaaga si qalad ah u dhacdo gmailkaaga in la bedelo oo la guba iyaduna mid si qalad ah u dhacay baan ku oran haya and tan waxa lagu waxaan ku balan qaadanay xogtaada inaan ku soo celino arrinkana waa mid qalad kugu dhacay haya and markaa waxaan la yaabay bay ugu noqotay waan iska soo baxay sidii baan ku yimi arinta xaragayga iyo ka safiyay saasoo xaaladda ka marayna taas ayay waxa gaag en dadku waxay inta badan isweydiinayaan oo maxaan idhaahdaayay en lagu soo celcelinaya oo waliba anagoo de hooyooyinkii Soomaaliyeed kamida aan aad uga dareen celinay inaad adigu ka dambeysay safiya en sawiradeeda lagu baahiyay baraha bulshada waliba muddo in badan oo laba sano ah aad safiya lacag kula baayactamaysay $2,000 en oo xataa jirtay sida la sheegayo inaad meel magaalada ka baxsan intaad la tagtay aad baas dowlad madax kaga qabatay oo tiri en haddii lacagtaas bixin weydo maxaan idhaahdaayay naftaada ayay sawiradana waan baahinaya sawirada inaad soo dhigtay ta lacagta aynu dambeysiinay maxaa ka jira en miy horta arrinkaas waa arrin aad iga yaabiyay haya yaani mudbayna Soomaaliyeedu cid waliba dhaqan bay leedahay yaani en waxa horta aniga iga suurtooba in waxaan yeeli karaa midna maaha hablaan la dhashay hooyo ay dhashay haddana anigu qaba en yaani mid kale qofka doonaya qof inuu caabaya isagu iska ma bilaabo qof adduunyada ceeb ku naxa ma jiro oo yaani en isagu yaani shakhsi bilaadan oo dhibka raaxo moodaya ma garan karo dee meel uu ku nool yahay ama dadkan qeylinaya inuu ku jiro laakiin qofka doonaya inuu qof ceebaya inuu isagu iska bilaabo wallahi ma garanayo meel ka dhacday meel ugu arkay toona almiina xitaa hadii yaani horta wax iga suurtoobiyo waxa sameyn kara midna maaha hadii si xitaa dadku waxaan isweydiinayn en haddana anigu sawiradan qofka soo dhigaya ama u bareerayahay en maan garan waayeen xitaa inaan wajigayga ama indhahayga ama madaxayga meel uun qariyo xitaa soo moogid marka en arrin kale waxaan shaqo ku leeyahay maaha wax iga suurtoobana maaha waxaan sameyn karana maaha waxaan sameyn jirina maaha waxaan sameyn doonana maaha ee waxaan aaminsanahay shil aan iyo safiyaan ugu wada dhacay inuu yahay en cid kasta oo en falka ka dambeysay waxaad cadeyn haysataa amad ku cadeynaysaa inaanad sameynin falkan maadaama dadkoo dhani ay aaminsan yihiin oo kaa aamineen inaad waxaan sameysay adigu en sidaan horta kuu sheegay aniga safiya en horba kugu sheegay waxaan nahay laba qof oo relationship ka dhexeeyay haddii aan markaa u baahnaa ceeb aan iyada ula bareerayo inay jirto maan waayin sawir keligeeda laakiin ceebta aan walaashay la doonayo anigu iskamaan bilaabeen wax gaag en Abwaan Cabdi Ciise en waxa intaasi sii dheer en madamo ninka gabadhiisu ay tahay rugiisa oo ay tahay inaad yani madamad hugeeyay tihiin inaad noo xil qarisana asturtaan safiya waxay sheegtay in gurigeedii ay ka dhex bilaabatay sheekadu oo yani adigoo ninkeedii aad ceebaysay ee bulshaduna waxyaabaha aadka ay uga dareen celiyeen ee looga falceliyeen ilaa anaguba aanu ka xumaanay ay tahay en naagde ama gabadh uu ninkeedii ceebeyay oo maradii ka qaada arintaasi maxaad kaga jawaabisaa en san horaba kugu sheegay horta en ninka gabadhan ceebeyay oo adiga horan kugu sheegay waa ka madax banaanahay oo waana ceeb aniga iyada nagu wada dhacday arrinka qabista markay noqoto aniga safiya en relationship niga dhexeeyay sheeko mise inay gabadheedii ahayd relationship iyo sheeko way niga dhexeysay laakiin qabid aniga safiya aan isqabnay ma jirto en haddii en wax intaa ka duwan oo la hayaa jirtana cidii dahaysaa soo madhubta diyaar baan waayay marka marka waxa leedahay wax qabisa oo meesha jirta maba jirtaba may maxaad ku cadeynaysaa en wallahi en kulli gurku waa wax weyn en safiina oo gabar caana en marka la isbursanayna wax qarsoon maaha marka la isfurayna wax qarsoon maaha en marka hadda tusaale ahaan walaashii safiya san anigu iyada ka maqlay ama kalibadan daawaday saddex jeer bay hadashay
مرك كوباد أي يعني هي أنا كان لقيت بسدي شيء كسي وحاي شكتي أن إن الريليشيب يلا نتوقف إن الريليشيب كده حساي جاتو والريليشيب أنا والريليشيب نقدر حياة شرو مرك الله بعد وليس أي شيء نعمله سيسي وحاي شكتي أنا مدرس قوي واستعل نهاية ده كنا نقدر بحان مرك سدي حالنا وحاي شكتي إني فرين دلبتي كينا يكون جلستي ولا فري وأسلوب دشنا عشوا جدوه ده أن وصل الحلال ومدينة مدودوين صح ولا لا مرك هذا مهم بدنا مرك نقول صور ريو أنا كي أنا تروح قبل صور نقدر حياة أو ملو يلا هبي لا تيجي مشروع واحد قال إن واحد شرتي مددي أتحرير كله هذين أديجي صفية إن بلشدونا أي شيء يسو يدونا أي شيء تي إن العق أي شرتي أتكو هندتي أو أتري هدي العق تاسي بحين ويدو إن مقالة ذا أي صور هذا سنصابن دقيا أرن تاسي محك شري هذا أن سؤالها أنا هذا الكلام هذا كمان مغل لكن أن وحي أتكلم إذا هذين أموقف يوتيوب اللي يري أموقف كل الله يفكر لي يري أنا كوحي قصي معها كلية وحن ديارها وحن والله شيء كمل كلية أنا كشوابه مركب وحن سنو حياة كسب حمها وحن هذا نكشوابه وين معها بيكون واحد يلوه معها خلاص واحد قال أن واحد شرتين أنا بحثت هاي أن سددتك شيء جين يوتيوب بحثت هاي أنت بحث كم حكي كذا أن أرتا شيء كذا واحد سعوته مدل عشان أنا سددت سجل يدك وقت هاي وحن كم غني مجالد وحن كم غني الله بيلا تنعشهم أن مركا فلك غورت دعي يغورت انا لغو تيغي يورتو وخصو دوبا ما يهاين مركا وخم ما نوركا اون دي هذا الميل وايون يا حدا بحثي دي هذا هو وانا سو نوقدي عيدي دونيسا هاي تماداد وحاجات ان وخا جيرتا لعكوب 20000 دولار او لعرباباي او دلبتاي ما جيرتا لعكتاس سان هربا كوغو شيغي ان عا وخا نكلو سو فريستي ما ديار وهاي وخي ان صفيه كمقلي ان ان كجوابو تاس ولي يعرف كده كما هيو لكن مركا عيد كلي او بلي ادن او دي ميل كا هليسنا وقتينا كله ميو أما وحن مناسب هين أو وقت حاضر كم برضه كده أما علمي أي سمين سامي شرتو مركلة أن كوكو علي العقل لبكون دولار أي بيل كستا أي بيل كوكو صدر سالري صفية أرنتا كلا يدنا بحكة شرتو أنا هرت لبوا قفل شيء كستير ليش يقول حيا وحوي ده صدري أنا وحوي كلا قاضني أنا هو مكان زواج كستار حمر كلا لكن عدد كلا شيء جي وحن أنا صفية صدري شري أن أنا مو أجي oo labada kun ee dollar ee bil kasta joogtada hayo aan ama aanu kal badsano ama aanu kal yareysano laakiin dadka marka ay sheekay xiriir dhaxayaan waxa way isasiinay waxa ay laakiin Soomaalidu cabiratay wallahi deeyiga ka jawaabaya waxaan aan waxa jira Facebook aan la la dhaxmareeyay imika aan qaybaha baraha bulshada oo daqiiqad loo soo update gareeyay oo ila sawir aan galay la soo dhigay oo adiga ka hadlay Facebook kaasi ma adiga isticmaala أنا في فيسبوك مدة دشنا عشان دكتور فانك اللي هو ذبوان كسره، لكن وافق أكاونت يدد يا أمي فلو كرة سنة هي، أمي واحد لكو ديدي واحد فيسبوك هذا أنا عن تيجي كتير وقت حاضر كان، من شو هالفيسبوك ما استعمله كنا دكتور فانك اللي هو ذبوه كمغين. إن مشرة أنتي أي صاب بحذي صور هذا لجوجو إيدي إن كسر دكتور ولا شيء صفية تسمه، واحد دي بعد فأدي كسر قاعدي. ها. ما كسر قاعد. نسب عيب يسوع قاري، هنسبات يسوع قاري، قار له ورد خدري نبي يسوع قاري، قار له هرقيس سيد قصو نقوم يسوع قاري، يعني هي تي أذو و يعني هي والله واحد حتى يعني هذا الآن دي ميل وهاستي ميل وسعودي ميل كسعود مين أنا قرنين، أم بان دي واركيو وندا فيهم، لكن تي هذي عيت هاي نادي قبار كيس اللي عايو، هذي هبار تاي نادي قبار كيس اللي هباريو، هذي هنسبات هاي واحد قرصون بده ما. مركز إن أسوأ شيء دين إسا بلشة الصومالية. إن بلشة الصومالية ده حمسوا شيء دين يا هرتا ده هل مليون كده. أي برا بلشة نجاح باري. أو إم بدن هبار تامي أو مكرنا إسا. إن وحنا تعاو إلهي مكرنا هاي إن أنا أمد الصومالية دي هبار كده. أنا قصار إني مد إلهي كعبلا ونقطه. حتى أطفال كي كيس. هدي مركز هذا الكون كوسه وضعي هدي وحاسي وحن أنا وسامي ويهاي ومدة الصومالية دي هل كم مليون كده ويها برتمسي وحن نبين كعوات على إن لهيك أقبله وحن كيستي هدو أنا ويهاي إن لهي إيجا هرينا ومدة الصومالية هبر كوداسي يقول دعو هدي كلنا عدا كيستي وكدعو وكدعو سيدادو أركتا إن تبريه عندما بروح أصاب بدن يا إنك بدها لعبة أدي هو كمان إذا بدي مك هذا سنة ياشي إنك استدال كان يسكت دفاع لي and سيدادو أركتا قف قبر أو ولبا and أما عنها نقطة أما يه نقول إن لعبة يو أما لهندو أو لبلاك ميل كريو لوجو هنشبه وحسن كهيا يو حسن كوكو سمين دون and وحنا أركا هذه يا دفول حن
حرانا دقن كإسلام كعب حسن دين الإسلام كعب حسن دقن كصومالي كعب حسن يعني أو واحدة واحدة لتلمام واحد قط تلمام كرعان وشريمة وحاجات and مركي إنه كسر نقلنا واحد شرتا هس and أي صفية قاتو and هس تو حلا ده هذا وقيقية هس تاسي and بالقصة ده أيا تعلين النقش شخص and نيورت هس تاسي وحياه أوك بدن اللي سودري يدك هو إلى هاي نيجي قبل سنة وهو هي بس هرت بدو سمعي ده حنو شقيا قفنا مديديس لقوم قبرعه and هس تنا رتانا إسكالها and قصة هس تنا سيدنا ما يهين أني صفية حنقدر حيينا ما يهين وحن تايدا كسمينا ما يهين وحن يدو سمينا ما يهين waxa jirtay in safiya habeen habeen dadka mideela socda sidii aan inaan saaxiibnaayo oo leeyahay khadar fiyoore khadar maxamed abukur ninka laxanka saaray wasagna halkan aad iyo aad uga salaamayo ayaa waxa ay u soo niyoo gabadh ba jirtay doonaysa hees deetana oo qiso dhaba ah markaa maxay u baahan tahay kulan looga sameeyo waxa ay u tiri gabadha ninkii ay isqabeen ee hore ayaa ninku kula lahayo uu dhibay deetana uu furay ciyaalkii iyadoo haysta wiil kale oo Soomaaliyeed relationship dhex maray marka xaqay ka eegaysay inay kaga reesato dhibtii rafaadkii kii hore soo mariyay ayaa keenay iyadoo guursan ku noqday midkii kaga daran marka wayna jeceshahay haddii qof ay ka go'an qaadan karto ama ay ka tiri karto ma aha taa waxay u baahan tahay in qasadeedan loo tixgeliyo hees looga sameeyo aan waa sax waan kuuri habeenkii waan taystay bisii kowaad sameeyay ninkaas oo ila fadhiyeena laxanku saaray khadar fiyoore aan dan gabadha heestii waqtigay soo bixilay aniga safiyoon ka hadlo waan weydiiyay aan marka waxaan ku gabadhii inantii maxaa ku dhacay heesteedii oo dadna waxay ku tiri gabadhii ay bihid badantay gabadha waxay ugu sheegtay magaceeda in Firdous la yiraahdo I think Minnesota iyo Minneapolis labada mid bay deganeen markii dambe inay Nairobi qabatay marka aan heestaasi waxaan naga naqsiinay ma aheyn waxaan iyadu sameeyay ma aheyn waxaan qasaday ka sameeyay qasadayda ka sameeyay ma aheyn ee waxaan gabadhaas u sameeyay ayay ahayd sida de aniga iyo ninkaasi ba aanu ka mar qaati ahayn ee walaashii aanu gumaan aan isloognaa waxa ugu dambeyn fariinta tiray samaxay tahay aan ugu dambeyn fariintan diraya aan rabeen halkan ka diro ama aan umada Soomaaliyeed u sheego waxa weeyaan aan dadku horta garba iska qaadan waqti xaalad inta aan ugu imka waxaan dhibana waa ciidan dhibana waa hayba garan maayo haysato aan ka ahayn dad Facebook ga iyo YouTube ga ka qeylinaya